السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جاي أتكلمكم عن حاجة كلينيكال سكيل لطيفة جدا، أو جزء من الكلينيكال اكزامينيشن بتاع الأبدومن بتاعنا تحت مسمى listen to the belly. تمام؟ ده الشاب النائب بتاع الأمراض البطنة بتاعنا اللطيف جدا جدا، اللي هو يعني حيران ومش عارف يتصرف ازاي، وحاسس ان الكلينيكال ده حاجة صعبة عليه في الوقت اللي هو عايز انه يبقى فيها قوي كده وسكيلفول ومستعد وقادر على انه يعمل كل حاجة. ده يعني بيكون من خلال سيريز اسمها كلينيكال سكيلز تيبس، دي يعني بتبقى ابجريد بالنسبه للجزء بتاع الكلينيكال اللي هو اتعلمه فيه الاندر جراديوت. التيب بتاعت النهارده او التيب بتاعت المحاضره بتاعت النهارده هي زي ما قلت لحضراتكم، اللي هي عن الابدومينال اوسكالتيشن او الاوسكالتيشن اوف ذا ابدومين، وسميناها اسم لطيف كده listen the belly. تمام. الاوسكالتيشن بتاع الابدومين ده بي انفولف ان احنا نستخدم الاستيتوسكوب علشان نسمع ونعمل اسسمنت للباول ساوندز، ودي بيحبوا يدلعوها ويقولوا عليها اسم شفتيشي كده اللي هو بوربوريج ماي او البرويز، والبرويز دي هي الصوت الميرمر اللي معدي من الارتيز نتيجة وجود استينوزيس او ناروينج او انكمبليت اوبستراكشن، ويعني عبارة عن فاسكولار ميرمرز مقارنة بالميرمرز اللي بتبقى موجودة على الفالفز بتاعة الهارت، ولكن دي موجودة على الارتيز. في صوت بقى كده سوفت كده شوية زي صوت خرير الماء اسمه الفينس هام، ده برضو بيحصل في حالات البورتال هايبرتنشن. واخيرا جدا جدا ممكن السوليد اورجانز اللي زي الليفر او السبلين لو حصل فيهم انفلاميشن جامد وابتدى انه يبقى فيه شويه ادهيجنز في الكبسول بتاعتهم، من الممكن ان يحصل معاها فريكشن رابز هيباتيك واسبلين. تمام، خلونا نشوف ايه. طيب اول حاجه عايزين نسمعها اللي هي الباول ساوندز او البوربو ريجما، احنا طبعا هنسمع بالدافراج بتاع الستيثوسكوب، العيان المفروض يبقى راقد طبعا في السوباين بوزيشن والابدومن بتاعته اكسبوز، طبعا لازم ندفي الدافراج مدون علشان ما نحطوش على بطن العيان وهو ساقع فيبتدي العيان يعمل جاردنج وكده ويبقى ما نقدرش نسمع منه حاجه. ندفي السماعة ازاي؟ زي ما بنعمل عادة، انك انت بتحط الدافراجم في كفة ايدك كده يعني شوية كده فيو سكندز لغاية لما تحس انه خد الدفع بتاع جسمك قبل ما تبتدي انك تحط الدافراجم على بطن العيان. طيب جنرالي بنبدأ عندنا ستارتنج بوينت اللي هي عند الرايت سايد اوف الامريكاس، والنقطة دي هي نقطة الميد بورشن بتاع السمول باول، هي دي النقطة بتاعة السنترة بتاعة السمول باول اللي بنبدأ من عندها، وبعدين نبتدي ان احنا نبروسيد علشان نلسن للاول فور كوادرانتس اللي هو الرايت ابر كوادرانت، الليفت ابر كوادرانت، الليفت لور كوادرانت، والرايت لور كوادرانت. وساعات كمان نحب ان احنا نجود ونسمع زيادة عليهم شوية الجزء بتاع الإبيجاستيم والجزء بتاع السوبرا بيوبيك ريجون زي ما هتشوفوا حضراتكم في الصور الجاية. ادي الرايت هايبوكوندريام او الرايت ابر كوادرانت، ادي الليفت ابر كوادرانت، ادي الليفت لور كوادرانت، وادي الرايت لور كوادرانت، وادي الإبيجاستيم، وادي السوبرا بيوبيك ريجون. المفترض ان انا بسمع بالسماعة عند كل مكان من دول من حوالي 5 إلى 10 ثواني، ممكن أطول شوية طبعا لو حسيت إن في أبنورماليتي. طيب إيه بقى الأبنورماليتي؟ الأبنورماليتي دي يا إما أبنورماليتي في البيتش أو أبنورماليتي في الفريم. علشان نبقى عارفين الأبنورمال لازم نبقى عارفين الأول النورمال. طيب إيه هو النورمال؟
النورمال ان الباول ساوندز دول عباره عن لو بيتش، صوت غليظ كده جرجلنج، عامل زي واحد بيغر كده. والصوت ده عاده بيظهر كل 5 إلى 10 ثواني. معنى كده انه تقريبا في الدقيقه الواحده احنا عندنا من 6 الى 12 بوربو بيجماي او باول. طيب ايه الابنورمال؟ الابنورمال او النورماليتي الاولانيه ان الدنيا تبقى ما فيش صريخ نيومي، ساوند ليس without a sound، no peristalsis، no bowel sounds. طيب علشان احكم ان ما فيش bowel sounds لازم انتظر على الاقل على الاقل على الاقل 2 complete minutes، وفي بعض الاوثرز كمان بيقولوا 3 minutes قبل ما احكم فعلا ان انا ما عنديش peristalsis، وده concordant مع حاجه زي البراليتيك. تمام. ليه لازم استنى كل ده؟ لانه ممكن في بعض الحالات اللي الباول ساوندز فيها هتبقى قليله لكنها ما لسه مش داخله في نطاق الابنورماليتي. اشهر مثال لده زي حالات الكونستيبيشن. في بعض حالات الكونستيبيشن مثلا ممكن الاقي ان الباول ساوندز يعني ليس فريكونت، يعني ممكن الاقيهم 3 في الدقيقة او 2 في الدقيقة، حاجه بالشكل ده. اما ابتدي بقى يبقى عندي ميكانيكال اوبستراكشن او حته قافله اسمه الباول اوبستراكشن، هيحصل لي تغييرين. التغيير الاولاني ان الساوند هيبقى هاي بيتشد، فيري هاي بيتشد، هيبقى مسرسع ورفيع، وفي نفس الوقت هيزيد في الفوليوم والفريكونسي بتاعتي. اذا الجدول ده بيشوف باختصار شديد ان النورمال باول ساوند هي لو بيتشد جرجلينج بتظهر كل 5 الى 10 ثواني، والابنورماليتي انه ما يبقاش فيه ساوند خالص وده لازم استنى من 2 لـ3 دقائق، او ان يبقى عندي اكزاجيريشن جامد جدا للبوربوريك ماي وتبقى هاي بيتشد وانكريز في الفوليوم وانكريز في الفريكوانسي، وده بيخلينا نسسبكت ان يبقى عندي اوبستراكشن في المنطقه اللي فيها الحكايه دي. تمام. ننتقل بقى للنقطه الثانيه اللي هي الابدومينال برويز، وزي ما احنا قلنا ده از ان ابنورمال سويشنج او بلوينج ساوند من البلد اللي بيفلو ثرو ان نارو اور بارشلي اوكلودد ارتري، وده بنسميه باسكولار ميرمر نسبه الى الميرمرز اللي بنسمعها لنتيجه التربلس اوف بلاد فلو على الفالفز بتاعت الهارت لما يكون فيها ستينوزس او يبقى فيها انكلوزس. تمام. هنشكل البلويز دي فين؟ 5 اماكن مشهوره جدا: اورطه، بايلاترال رينال ارتريز، بايلاترال ايلياك ارتريز، هيباتيك ارتري، وسبلينيك ارتري، وفي ناس ساعات بتتلكك وتقوم مدخله البايلاترال فيمورال ارتريز كمان مع القصه دي، ولو ان يعني انا مش شايف ان ده مع الابدومينال اكزامينيشن، خصوصا ان انت اصلا ساعتها بتضطر ان انت تسمع يعني بلو الانجوين الليجمنت، وده معناه ان انت كده بقيت في اللور ليمبس. بس يعني ايه؟ ها نفوت ما علينا. طيب اول حاجه خالص اللي هي الاورطه، ده عشان اسمع الاورطه لازم ابليس الاستيتوسكوب ما بين الزيفويد وما بين الامبليكس تلت وتلتين، تلت وتلتين اقرب اللي هو ان التلت يبقى ناحيه الزيفويد بروسس زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي كده بالظبط. نحط السماعة هنا زي ما احنا قلنا 10 20 ثانية نسمع الدنيا الحكاية الرواية نشوف إذا كان في بروي ولا لا. البايلاترال رينال ارتريز دول بنسمعهم على الايذر سايدز بتاعت الامبليكس 3 سنتي سوبيريور اند لاترال، يعني نطلع فوق والبره من الامبليكس يمين وشمال، ده مكان البايلاترال رينال ارتريز. وفي بعض الناس بيقول لك انك انت ممكن تعمل imaginary line اللي هو right and left mid clavicular وتبقى just proximal ليها above الامبريكس بحوالي 3 سم يمين وشمال زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. وبعض الاوثرز بيقولوا ان احنا ممكن نسمع الرينال artery stenosis ده من المنطقه بتاعه الرينال انجلز اللي هي من الباك من الظهر بتاع العيان. برضو بيقولوا ساعات انك لو حطيت السماعه في الرينال انجلز اللي هي يعني
يعني يمين وشمال البارافرتبرال ماسلز ورا وتحت الكوستال مارجن، ده ممكن ساعتها اسمع فعلا الرينال ارتري بروين. ده مكان الليفت رينال ارتري وده مكان الرايت رينال ارتري 3 سم above and lateral دي الامبليكس. البايلاترال ايليت هم بالظبط زيهم زي البايلاترال رينال، بس بدل ما هم 3 سم فوق ولاترال هم 3 سم تحت ولاترال للامبليكس، يعني فوق الانجوينال ليجمنتس كده بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين ادي الرايت ايليك وادي الليفت ايليك ارتس، وبرضه بنقعد في كل حته من دول حوالي 10 الى 20 سنه. طيب ايه الهيباتيك ارتري ده؟ عشان اسمع الهيباتيك ارتري ده بحط الاستيثوسكوب ابون او على الرايت كوستال او سب كوستال مارجن لاترالي ات ابروكسيمتلي الميد كلافيكولا لاين، تقريبا تقريبا كده قرب الحته بتاعه الماكبيرنس بوينت اللي هي بتاعه الجول بلادر اللي هي عند التيب اوف اللاينز كوستال كارتج. هو ده نفس المكان اللي هحط فيه السماعه علشان اسمع فيه الهيباتيك ارتري، وده نفس المكان الناحيه الثانيه بس على الليفت سايد اللي هسمع فيه السبلينيك ارتري، مع تفصيله كده صغيره ان انا سام تايمز محتاج ان انا انزل 2 سم انفيرير ولاترال للسب كوستال مارجن وابتدي ان انا اتحرك شويه بوستيريورلي علشان توردز السبلين، لان حضراتكم طبعا عارفين ان السبلين بيبقى متغطي باللور 3 ريبز، وان اللور 3 ريبز اصلا مكانهم شويه بوستيريورلي لان هم مش موجودين قدام، يعني 10 11 12 دول مش موجودين قدام، قدام اخرنا 9، ف10 11 12 دول ببقى محتاج ان انا ارجع بالسماعه شويه ورا في اتجاه الانتيريور اكزيلري او حتى الميد اكزيلري لاين علشان احاول ان انا اسمع السبلينيك ارتري بروي لو في سبلينيك ارتري سينوس. نيجي بعد كده للحاجه الثالثه اللي هي الابدومينال فينوس هام. الفينوس هام ده عاده صوله اللي كده بنشوفه في حالات البورتال هايبرتنشن، الناس اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز او ليفر سيروزز او اي سبب من الاسباب اللي بتؤدي الى البورتال هايبرتنشن، ده هيفتح كولاترال فينوس شانلز. هذه الكولاترز ما بين البورتال وما بين السيستميك اللي احنا بنسميها بورتو سيستميك شانتنج، ده بيخلي الفلو من الهاي بريشر بورتال سيركيليشن او بورتال سيستم للور بريشر سيستميك سيستمز، وده بيخلي الصوت يبقى فيه هامينج نتيجة اندفاع الدم من المكان بتاع الضغط العالي للمكان بتاع الضغط الواطي، بالظبط زي الصوت بتاع خرير الأنهار أو المية لما بتنتقل من مكان ضغط عالي إلى مكان ضغط أقل. أشهر مكان بنسمع فيه الأبدومينال فينس هام ده هو ما بين الزيف ستيرنم وما بين الأمبليكس، تمام؟ ميد واي كده، يعني تقريبا نفس الحتة اللي بنسمع فيها الأورطة، او يعني يمكن تحت منها سيكا يعني كده صغنونه، تمام. طيب ده سببها ايه؟ سببها انه البلد ماشي من البورتال ثرو الامبليكال والبارا امبليكال فينز اللي ماشيين في الفالسيفورم ليجمنت بتاع الليفر اللي هو رايح في الاخر للامبليكس. مودي الدم على فين؟ مرجع الدم للابيجاستريك والانترنال ميموري فينز من السيستميك بارت اوف السيركيوليشن، تمام. نورمالي طبعا الامبليكال والبارا امبليكال دول بيكونوا مقفولين، تمام، دول بيتقفلوا بعد البيرث على طول، لكن في حالات البورتال هايبرتنشن بيرجعوا يتفتحوا تاني وبيبقوا جايين من الهاي بريشر بتاع البورتال للو بريشر بتاع الابيجاستريك اند انترنال ميموري. وجود اني ابدومينال فينوس هام ده معناها ان البورتال فين ده، يعني ده معناها لوحده ان انا ما عنديش بورتال فين في البوس. نمرة اتنين اللي انا معناها ان البورتال هايبرتنشن بتاعي او البورتال اوبستراكشن بتاعي غالبا او يعني لازم يكون انترا هيباتيك، مش هينفع انه يكون اكسترا هيباتيك، مش هسمع ساعتها الفينس هامنج ده لان مش هيبقى جاي لي دم من البورتال سيركيليشن. ده المكان اللي احنا ممكن بنسمع فيه الفينس هام ميدوي ما بين الزيف ستيرنم وما بين الامبل. في لما يكون هذا الفينس هام معاه دايليتد بارا امبريكال فينز او الكابوت ميدوزي، ده يدلعوه كده ويسموه سندروم كده اسمه كورفيالي
بومجارتن سيندروم، بروفالير برومجارتن سيندروم، بروفالير بومجارتن سيندروم. معلش لازم لازم الواحد يقولها 3 مرات كده. كروفالير بومجارتن سيندروم، سهله خلاص بقى، سهله كده، بقينا اتقنها كويس قوي. ده رير كونديشن بيتشاف في حالات البورتال هايبرتنشن، وبالذات في العينين بتوع الليفر سيروزز، ويبقى معاهم ساعتها الفينس هامدا ومعاه دايليتد ابدومينال وول فينز اللي هي الكابوت الدودي زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. اخر حاجه خالص هنتكلم عنها هي الهيباتيك او سبلينيك فريكشن رابز. دول الفريكشن رابز دول بنسمعهم لما نقرب مننا جدا، او لو برضو حطينا السماعه في المكان بتاع الليفر او المكان بتاع السبلين، شبيه جدا بالظبط بالصوت بتاع الرابنج الثامب والفور فينجر توجيذر كده كلوز ذا اير. والرب ده لما يكون سمعه انترا ابدومينالي مش على التشست، يبقى ده جاي غالبا من الليفر والسبلين مش جاي من التشست، نتيجه ان ده رورال راب، وده بيبقى سببه انفلاميشن او انفاركشن للكبسول اللي هي كونديشن بنقول عليها بيري هيباتايتس او بيري سبلينايتس. دول المكانين اللي هم مشهور جدا ان انا اسمع عليهم الهيباتيك والاسبلينيك راب. هو ده الاوسكالتيشن بتاع الابدومن. لما نقول الكلام ده كده للوهله الاولى، الناس تفتكروا انه سهل جدا وبسيط، لغايه لما تبتدي تحط السماعه تكتشف ان هي مش سامع حاجه ومش عارفه تسمع اي حاجه، فتقول لك يا عم ده خيال علمي وده صعب. مره في الثانيه في الثالثه يجين الاكسبيرينس ويبقوا قادرين يسمعوا كل حاجه ويبقوا كويسين جدا. المحاضره دي واكثر من 100 محاضره تانيين متسجلين على اليوتيوب شانل بتاعتي، فبستأذن حضراتكم ان احنا نعمل لها سبسكرايب ونفعل الجرس عشان اي محاضرات او اي ساينتفك ماتيريال احطها بعد كده تقدر ان انتوا حضراتكم تقولوا لها بسهولة. شكرا جزيلا لحضراتكم.